بالك. تسلم وديا. بدي احكي معك كلمتين. انت طول عمرك بتوقف قدام المشاكل بدون ما تنهز ولا تنهم، بس هالمره هيك يعني شايفتك مهموم مغموم. اه يا اختي اه. سلامتك من القاف خير. شوفي، لما كنت صغير كنت حامل روحي على كف الماني سايل على حدا، كنت ما اطلع بعيون الناس اطلع فوق راسها. هلا الزمان عم يفعله مغير كل شيء. حسن. شبو حسن؟ طالبين حسن. حسن يا اخي حسن. يا لطيف. اخي الله يخليك، لا تخاف. لا تخاف عليه ابدا. هي انت وحامد وتيسير وداغر كلكم حواليه. ضاهي وجدع مثله بيحامي لأبوه، كان هلأ واقف جنبي بالخان وبالحارة. يامو يامو. شوفي يامو. أنا شوفي يامو ولا أنت؟ ما في شي يامو، ما في شي. لا تقوم تغير أوعيك. عندي رجع على الخان بعد العشاء. شو صار بالشاي؟ يلا بنعمل لك. عشر سنة يا أختي ما شفته في يوم غير كم مرة، كنت شوفه هيك. بعد ما جاته لعندي الطاهرة. السلام عليكم. وعليكم السلام. حسن تعي يا بيتا. كيفك يا بي؟ أنا منيح يا بي منيح. شلون اجيت لهون؟ أمي وصلتني. وين هلا؟ هناك على الباب، إذا بتسمح لها تحكي معها قبل ما تروح. خليها تتفضل. تفضلي يا أمو، سمح لك. السلام عليكم. وعليكم السلام. سيدي يا حسن، اليوم ختم القرآن الكريم. الحمد لله. صار حافظ من أحاديث سيدي النبي صلى الله عليه وسلم 500 حديث. ما شاء الله. هاي الأمانة لازم أرجع لك إياها. وسامحني إذا قصرت بحبك. لأول مرة بأكل وش شوف حالي فيه. نيالك شفتهم شباب وجوزتهم وشفت أولادهم. نيالك يا أخي، بس أنا مثل ما بتعرف جوزي راح، ابني صلاح راح، ولولاك يا خيي كنت وحيدة ومالي حدا. شوف قديش ولادك ولادي، قديش أحفادك أحفادي، وقديش لما بيقولوا لي يا عمي يا عمي يا عمي يا عمي. مثل ما عم قلك يا زعيم، انت زعيم
بتعش راسنا. يخلي لك حسن وتيسير وداغي وصحتك. مرت عمي، كان بدي اسألك سؤال هيك مستحية. سألي امي، سألي. ليش طلقك عم الزعيم؟ دهري غدرني بلوعات الزمان مرار، وشربت كاس الصبر عقب الهموم مرار. عندي يا قاصني انت والله. السلام عليكم. سلام. صعيدك تأجر دكانتها؟ لا لا، جماعة دلوي اللي عندك. لا عمي لا، في خاطرك. أسر لا. تا 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 خير. ايه شو شكال جدك شو تفتحها؟ بيفتح ثمانية. اشتغل. ليش بقى؟ قبل منك كان سمار اشتغلت معه. العلة منه. شو عرفك منه؟ لأنه كان كحتوت وكشر وغلوجي وبضعته معفنة. يا لطيف، وشو عرفت كل هالشي انت؟ لأنه البياع إذا ما كان نظايفي وما له طماع ووشه سمع وكريم ما بتمشي دكانته مبينة. شو اسمك ولا صغران؟ محسوبك أبو رضا. شو؟ يا لطيف يا لطيف، كل هدول شو تسمعهم؟ أبو رضا، أبو رضا شبه؟ أنا أبو رضا بواحد مو مخلص، أبو رضا تاني مخلتي، مخلتي أحسن وشتري فيتها. يا اللهم صلي على النبي، زبون رايح زبون جاي، اللهم بلع حسيدة. إيه شو المقصد يا أبو الدهاء؟ بيننا وبين أبو داغير في دم، وشروط الصلحة أنتم بتعرفوها. واللي قالوا أبو دعاس ما قالوا لحارة القناية، لا، قالوا للكل. وابنك الله يسلمه قال انا بدي استلم الزعامة وبده الكل يحط له فروض الطاعة. يا جماعة الخير، الزعيم بنختاره مثل ما اتفقنا، واللي ما بده في عنده شي حكي بده يقوله يتفضل يقوله. شلون عاملين اجتماع الزعامة يوم الجمعة وما حدا فينا عنده خبر؟ ايه صحيح، شلون بقى هاي؟ منيح، هاي بلغناكم اخي، يوم الجمعة عنا اجتماع الزعامة مشان نختار زعيم. بدنا نخلص من هالقصة بقى. وما كان فيكم تخرطوها كم شبريه وتحكوا عليهم؟ لك اخي انا شفتهم ما حكوا واكلوا الكلام بجنابهم ندخل يد امرؤهم سلام. ايوه يعني ما بعتولكم ولد عبد الصوص ولعكم من الحاره. ما لا بعتولنا، بس نفس الولد اللي زتك على باب بيتكم بنصارته. ابو الليل مور اخي انقلع من وشي. ماشي. معلش زعيم، لا تاخذ على كلامه مع انه اخي، بس قديش طول عمري بعلمه الفهم، بفوتوا من هون بيطلعوا من هون، ما بده يتعلم. عقيد اجا ابو دياب. شو زعيم؟ خليه يفوت. قصي هيك. السلام عليكم. اهلين يا ابو دياب. اهلين اهلين معلم ظافر. شو خير شبك؟ اصفر وشك لما شفتني. انا لا اعوذ بالله، شو الحكي الله يسامحك. اهلين ابو دياب، شرفت. تفضل تفضل تفضلوا. اخي في حمل عم ينطحن لابو داغر عنا بالمطحنه. شو يا ابو دياب؟ ما اتفقنا انه ما نتعامل معه؟ مظبوط، بس هيك بده ابو كامل الله يهديه. ايوه. شو الظاهر مالك لا كلمه ولا شو؟ لك الي كلمه، بس هذا اخي الكبير ابو كامل، يعني ما فيني اكسر كلامه. بس نستلم الزعامه بعدكم بنشوف شو راح نعمل. شو ها؟ بعدنا؟ مو هيك اتفقنا؟ صحيح عمي، نحن ما اتفقنا، بس هلا اتفقنا. الزعامة إلي، لا قبل ولا بعدها، والعقادة للعينتين أبدعها خاصة. يلا يا أمينة خفي إيدك، هلا بيصلوا. أنا خاصة ستي، هلا بيجوا البغجاتية، هن بيحطوا الطاولات، أنا بجيب الصحون والسكب والمعالق. أه يعطيك العافية. يلا يلا وصل البغجاتي. روحي هزي الصوت الأول. يلا عم تاخذوا طريق. إيه على عيني.
يا مو جميلة يلا بغجاتي جاب الغدا لبيت عمي. يلا يلا مرت عميتك بس شو بده؟ ما بدك تتعلمي طبخاتنا؟ لازم عمك الزعيم يدوق طبخة. ان شاء الله جاي الايام جاي. قومي معي قومي. منو هاد اللي عامل فيك هيك؟ والله يا معلم جماعة من التمين كانوا صايلين لي عن طاحونة أبو سعيد وهجموا علي و... وشو؟ قتلوني وربطوني وأخذوا كياس الطحين كلها وأخذوا تنكات الزيت ودبيات السمنة. ما عرفت ولا واحد منهم؟ كانوا من التمين وقالوا لي. شو قالوا لك؟ شو قالوا لك؟ قالوا لي إذا معلمك أبضاي خليه يجي يسلم حاله يوم الخميس. شو؟ وين شارد ست الكل؟ ولا شي تقبريني. والله مشتهية القهوة. تكرم عينك، هي أحلى فنجان قهوة. تقبري قلبي. تفضلي يا عمو. طول عمرك حنونة. يا عمو كأنك مالك على بعضك. والله يا بنتي حاسة حالي فايتة ببعضي وماني عارفانة شو بدي ساوي. خير يا عمو؟ والله يا بنتي حسيت أم كأنه سرعنا شوي بقصة بيت حما أخوكي سالم. يا عمو تسمحي لي أحكي شي بدون ما تزعلي مني؟ أحكي يا عمو. يعني أنا لهلأ ما عرفت أنتوا ليش سبيتوهن للجماعة وبطلتوا هالجوازة؟ لك يا عمو نحن ما سبيناهن ولا بطلنا هالجوازة، هن اللي ما عادوا ردونا خبر ولا عادوا استقبلونا. طيب انت لما رحتي خطبتيها للبنت هن قالوا لك انه هن موافقين على هالجوازة ولا انت هيك حسيتي لحالك؟ لا ايوه يا عمو شو حسيت لحالي، هيك شغلات ما بتنحس لما بيصير فيها كلام وتفكير وقول رجال. طيب الرجال شو قالوا؟ جد الزعيم قال منعطيكن البنت بدون نقد بنوب ودق على صدره. بعدين يا مو أبوكي وجدة صدقة من زمان، من على زمان جدك تا جدي. وجدة الزعيم رجال رجال ولا رجل كرسي؟ يو شوفوا على هالحكي. لك يا بنتي إذا في زلم ومراجل بالشام بينعد منه. طيب هن قالوا لكم إنه بطلنا هجوازة؟ آه يا مو هن بعتوا لكم خبر إنه بطلنا؟ لا أمي ما بعتوا خبر. لكن شو عرفكم إنه الجوازة فقست؟ أخوكي ظافر. أخي ظافر؟ شبه هو اللي قالنا انه فكسوا الجوازة. وهو شو عرفه؟ هلا اتذكرت صحصحتي لي راسي. لك يا مو ظافر راح لعند الجد قام قال له بطلنا هالجوازة. وهو ليش لحتى يروح لعنده وكيف فات لعند الجد؟ ايوه هون حطنا الجمال. لا يا مو هون خرب القصة الجمال. امي هالحكي ما عاد إله لزوم. أبوكي وأبو داغر واصلة بيناتهم الشيطان الرجيم. إلهي ما تخو ما تعدم هالجميلة، الله يطعم أمثالها للي بيستاهلها. آمين. إيه ما بتعرف تطبخ مرت عمي؟ اسكتي ودفي لسانك نعيمة عازك وعوازي. يا مو دقت الشش بركات شو كانوا طيبين؟ بيطيروا العقل. ما شفت اللبنات كيف كانوا شايطين؟ اسكتي يا مو. شو أمي؟ ليش وش عمتي الخانم؟ وعمتي زهزهان وجميلة وكلياتكم تعكر لما جبت سيرة بيت حماي؟ لا ايوه اختي ما في شي ما في شي. لا في شي وشي كبير كمان. يعني خلاص بطلوا ما عاد بدهم ياني؟ فشلوا بعينهم لك امي، نحن اللي ما عاد بدنا ياهن وما عاد نحط ايدينا بايديهن. ليش يا مو ليش؟ لانه يا مو في مشكلة بين جدك الزعيم وابو الدهب. بسببي انا؟ بصراحة اول شي فكرنا هيك، بعدين بيني وبين أبوكي قلت له هاي سامية رجعت بالسلامة وخلصت القصة. عم قال لي سامية ما لها علاقة بالمشكلة، المشكلة أكبر من هيك بكتير. يا شو بدها تكون القصة يعني مرت عمي؟ ابنهم يعني أخوه للعريس. لك قال لي الأدب مع جدك الزعيم. شو عندك؟ حتى تشيل عندي وهي ما اجيت
خير أمساك وشوفي مالك شايف العجقة؟ عجقة؟ عجيب ستة عجيب فالت. بسم الله عليك أخذك على الحكي؟ أنت لسعتني أنا ألف خير من الله. ما فهمت عمي دي أسألك. هلا أنت هون الحارة يم معنا؟ أنت أول هون بتاعت الكلام يم معنا؟ أخي أنت اختصر استر عرضك. انا حابي هدول الزبائن. ايه هدول كوشي حواليك مثل عش الزراعي. انا عم عدهم الصبح لحد صاروا 86 زبون كلهم كوامين هيك. لك ما عم تروح مصاري انا هدول كوامين على ما فاتوا مصاري. لك خاف الله رح تجي سكت انا. ايه هلا مشان هيك صار لك من على بكره الصبح عم تحاكيني وحياتي وموت وما بعرف شو. انت مسئل بهذا الشيء؟ مسئل بهذا الشيء؟ لك خاف الله وكيلك الله وكيلك حاسس بكل هذا منك عم يظهر فيني لك شو عم بحالي. اصبح معك مهنة من هون على الخميس. يا أنا بدي بي خضرة يا أما أنت سكت دكا يا أما بنت أنا لك دكاكي. ماشي مثل ما بدك ليوم الخميس بيفرجها الله. لم يأكل بخضرة عم برضا أمين عم برضا الله يسعدك. خب بدك شو برد لك أنت بستانك يا عدو والله معه طب بستانك أنت تعمل فيه خضرة. أنا أعطيك أنا عم نبع ولا حكي لك تدفع لك تدفع ولا حكي لك كلا دوعتك فيها لك شعرت من بصرك لك صوت تجي على المكان دماء الله شعرت بحالة لك أنا عم نبع ولا حكي ولا حكي معه لك ليش مو مش بوطة عنده اليوم شعرت بحالي أخي أمسكم أخي أمساكو فينك أمساكو خلاص بيتك يا أمساكو تلتي ما بكى بدي يجيب خطرة. يعني الحقيقة كلياتنا استغربنا. خير مختار ليش؟ يعني عادة الأفندية المتعلمين بيقولوا خلينا نحلها بالقانون وعن طريق الحكومة ولا أنا غلطان عم حامي؟ لا والله ما أنا غلطان يا مختار بس الأستاذ فارس قال لي كم كلمة وغير لي رأيي فيهم. شو قلت له يا أستاذ فارس؟ قلت له لما عدوك عم يحاربك بالقانون بترد عليه بالقانون بس لما بيحاربك بالشبرية ايه ما عاد فيك ترد عليه بالقانون. والله مظبوط والله هذا الكلام مظبوط. حقوم وصلكن على كاستين شاي يكونوا متللين. لا والله ما بتقوم يا مختار راجع. لك يلعو قلبك لعيتي لقلبي لسه بتحبل 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 ذاتاً كل شي صار انت السبب فيه خلصيني بعد الرية. ايه ولا ريش ان شاء الله. شو انا ضربتكن على ايدكن وقلت لكم تروحوا تجوزوها لاخوكي؟ لا تقبريني ما حدا ضرب حدا على ايده بس انت اللي ضليتي توزي براسها لجميلة على يا طولة يا جمالة يا عرضة يا خدودة وفوق منها مجربة وعندها اولاد. بالله ليش ما شفتي اولادها جنب منها لما رحتوا خطبتوها؟ بالله بلا شفته بس بركة دنكا ليبي قومي يا مقومي قومي خدي الشاي وساوي قهوة لحماتك يلا يا مو يلا وعينك وعينك تقبريني انهضي دخيل هالطول. بركدن ما كانوا ولادها بركدن كانوا ولاد الجيران ومستعيرتهم عيره والقريضه تقرضك ان شاء الله. يعني انا كذابه يا ستي؟ واذا كنت انا كذابه هالختيار المقدر ابوها كمان كذاب؟ لكن ليش لهلا ما حبلت من اخي؟ ايش بيعرفني؟ سالي اخوكي بعدين حلوا عنا بقى للمخلوقه يلي فيها مكفيها. قولتك والله حق معي كل كدريه. كل يوم بقول لحالي لازم روح شق عليها والوقت بيسرقني مدري شلون عم يمرق انهار. والثانيه ام موفق. يو ومين ام موفق بقى؟ جارتنا ما بتعرفيها انت يا حرام. قال صايبه فالج ومنظرها بكشش البدن. قومي قومي. يو لوين؟ نشق على ام موفق وبكره بنمرق عند ويدات. ما فيني اجل لبكره بكره بدنا نسافر. شو امرتي خانو؟ ما لحقتي توصلي وبدك تسافري بكره؟ زوزي جاي ياخذ بضاعه من الشام. قلت له ما في روحه رجلي على رجلك ومنه بشوف اخي ومرته واولاده وبشق على كنتنا. ايه قومي قومي قومي. لوين؟ قومي روحي ارجعي على بيتك بطرابلس. جايتيني مثل خطافين الزعزع ولسه ما تهنيت فيكي وتحتك لسه ما حمي. يا مديبه طفي تحت القهوه حماتك راحت. ما كملت لك على ام موفق. يلعو قلبك كملي لي. ليش اجى هالفالج يا حزه؟ مو من يومين ثلاثه كنتها الجديده هزت لها بدنها هزه وهزه كله بينام على هالايد بعرف الاسرار كلها. اسمعي يا سيره لقلك يا شباب هم الله يرضى عليكم. كل الله الله يا رب. وينو الزعيم ضابي؟ الزعيم هون ابو الذهب وبس. مو شغلك مو بعتو. الله حيو العقيده بدعاس. اهلين برجال اهلا وسهلا اهلا وسهلا شرفتوا. اهلين شرف شرف سيد راسي شرف. شوفوا هذا اخوك مو بالعنا. لك اتركه والمهم الا انت طمني شو صار معك بالموضوع. لا يا زعيم احنا رجالك وعلى كيفك. رجعنا لهم طنبر فاضي والطنبرجي عم يكب دم. اكا الله محيو الله محيو عمي ابدعاس الله محيو شواربه. شو الله محيي شواربك والله محيو ابدعاس. هي ناشفه يعني الشباب بدها تنبسط وتكيف بعد هالعركه. هلا تكاثرتوا على طنبرجي بدك تسمي لي عركه؟
شو تفضلت زعيم؟ لعيونكم احلى طهيسه. شرف شرف لهنيك. شرف شرف. اهلين ببتعاس. اهلين برجاء. همي يا شباب، همي يا شباب، همي يا شباب. هذا كلام عيب وما صار بحياته. مو من عرفنا ولا من شي يمنا شي، وبعدين اللي منتفق عليه لازم نبقى عليه. ومين اللي قال انه نحنا بدنا نغير كلامنا؟ نروح على اجتماع الزعامة يوم الجمعة بدون ابو داغر. ناكتة مو مزبوطة. ومين قال له ما يروح؟ صار عنده علم ابو شريف. شو هالحكي؟ انت بتعرف القصة بين ابو داغر وبالدهب واصل الشيطان الرجيم؟ يعني ابو داغر ما راح يحضر، بده الراس ابنه حسن يسلمن ابنه. لا يا عم نقلك بده الراس ابنه حسن. حسن لكل الناس تحلب براسه. لك اخي نحن تحملنا كثير بس هلا طبع الكل. لك الشغله مو بس ابو الدهب، صار فيها ابو دعاس كمان. مين هذا ابو دعاس او بطيخ؟ من انت كنا نحط ايدنا بيد السرسريه؟ انا على ايام العصمه اللي كان بتعطره، هلا صار يحكي بالزعامه؟ كفيها على هيك بشر. معناته ما في قدام الزعيم ابو داغر غير يلم رجاله ويروح. يا قاتل يا مقتول. ابو دياب ليش عم تكب الزيت على النار؟ لأن إذا ما هبت ما بتخلص، تبقى تحس هيك ما بيمشي الحال. ولك يا فهمان إذا علقت بيناتهم رح تروح على الجهتين. أحسن ما تروح علينا كلنا. ما رح يصير شي يا أبي، ما رح يصير شي، لا تخاف ولا يهمك. لك يا ابني شلون ما رح يصير شي؟ لك هذا أبو دعاس واحد سرسري وما له أمان. يا أبي نحن شو بدنا أحسن من هيك واحد؟ ما نخوف فيه أبلاغي، نرمي له عظمة وبعدين منقلعه. لك أبو داغر ما بيخاف لا من أبو دعاس ولا من 100 واحد مثل أبو دعاس. لك أنا بعرفه من لما كنا بجيلك أنت. تاني باشتان أبو دعاس ما بتشبعوا عظمي. اترك لي إياها يا أبي، الله وكيلك لعمل له فنطي ما صار. ولك لأمتى بدي اترك لك إياها؟ لأمتى؟ لحتى تسود سمعتي بين العالم والناس ويقولوا أبو الدهب حاطط إيده بإيد قطاع طرق. يقولوا اللي بدهم يقولوه، أنا ما بترك تاري. تارك تاخده بإيدك هيك بيقول عرف الرجال. هدول مو رجال يا ابي، ما شفتهم شو عملوا باخي؟ لو تخيل قصة اخوك بالموضوع بكفي انك خربت عليه. من وينك؟ فكرني انه مصدق هالهوبارات اللي عم تعملها مشان اخوك. نسيان هي يا ابي؟ نسيان هاي؟ ولا الجرح اللي براسك نسيته؟ ما نسيته ولا نسيته، بس انت وصلتني لقرني ما فيها رجوع. يعني يا قاتل يا مقتول. ولا يهمك يا ابي، أبدع عاستركو إلي. بعد اجتماع الزعامة أنا بلاقي له تصريفي. معلمين بعد أمرك، يعني مو وعدتني أنت ومعلمي الزعيم الله يخلينا ياكن يا رب إنه بكون تعملوا لي جاهة وتطلبوا لي البنت؟ لأنه معلمي أبي وعمامي الله وكيلك قال أهل البنت ما عندهم أي مشكلة، يعني بيعطوني إياها بس بدهم جاهة. شو قلت معلم؟ يعني بدك تروح لما ما رح تروح؟ لك ايه بدي روح، بدي روح. عيب على الرجال تساوي شغلة وتخاف منها. شو بدك تكلفني؟ روحي ما بياخد الا اللي حطها. بدي روح وعلى روس الاشهاد. صباح الخير عمتي. صباح الخيرات والليرات والذهبات. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هاتي ايدك عمتي. الله يرضى عليك. شلون صحتك؟ ان شاء الله منيحة؟ كثير منيحة الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم. وعليكم السلام. تيسير تعال تعال. شو بدك؟ انا؟ ايه لكان انا؟ شو نسيان اني انا يلي مربيتك وبعرفك لما بتروح وبتجي وحايص ولايص وبتمك في حكي؟ احكي دغري شو بدك. شو في عمتي؟ تتذكري هذاك اليوم لما وصلتك على بيت اخي حسن؟ يوه يسأل الله على هديك الايام. والله برحمه ابوك لا تتمأنسي. بتتذكري؟ لك ايه بتذكر. القصه لساتها تازه من يومين، ما حلي انساها. ايوه انت عيني. تتذكري البنت اللي فتحت لنا الباب؟ ايه بتذكرها. منو هي؟
وان شاء الله طلعت فيها وضل نظرك مأكد عليها. لا 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 لا، هذا الشيء ما صار بنوب، انا بس هيك لمحت لمح. عجبتها؟ لا بس يعني هلأ لا تبسبس، عجبتك ولا ما عجبتك؟ إذا ما عجبتك ليش عم تسأل عنها؟ هيك يعني هيك سؤال. أخطب لك ياها؟ آه أخطب لك ياها. وأنت شو شوري؟ يعني شو بده يكون شوري؟ بنت المختار وإختها لجميلة، أحسن من هيك ما في. إيه مش كان هيك، أنا من إيدك هي لهي. حوطتك بآيات الله، شو مطيع. أمينة جيبي له فنجان للشاب الظريف. شي شو بدها مختار؟ كأنك نسيت حالك شو موصيني؟ لا اخي والله نسيت، امي دخيل عينك بدي اقوم نام لي ساعة اليوم نوبتي بالحراسة. مو انت وكلتني بأنكرية وقلت لي دقدس لي عليها، وانا قلت لك من عيوني بس مهلي يومين وبجيب لك قرارها. شو هي يرحم اهلك شو هي؟ مو قلت لي جيب لك اصله وفصله لقبيضة؟ ايه والله مظبوط. جبت لك قرارها من 100 سنة. ايه من وين؟ يا سيدي هذا الزلمة من الحجاز، اجا هو وامه واخواته البنات بعد ما مات يا خطيه اخوه الكبير وابوه بحرب فلسطين، وسكنوا هون عند خاله. ليش امه شاميه؟ ومن الشاغور ومن عيله اكابر ومحترمه. والله والنعم والسبع تنعم. يا سيدي هذا الزلمه حط كشه برقبته وصار يفتل ويبيعها بالحارات. عزو هات من الاخر، شو بصير مثل جيرانك بدك جمعه لتكمل السيره؟ مختار بالمختصر الزلمه بتحطه على الجرح بيبرى، حسب ونسب وشي فوقاني، وفوق كل هاد عم يربي يتامى. وكم ولد عنده؟ ما عنده اولاد، الزلمه ضل عم يربي اخواته اليتامى. لكن رضا ابن مين؟ هذا ابن خاله اللي سكنوا عنده بالشاغور، بعد ما مات الخال، رباه هو وسمى حاله ابرضا، مشان الناس تفكره ابنه، وهالطفل ما يحس باليتم. لا منيح منيح، هيك اطمنا من ناحيته، يلا قوم نمشي قوم. عم يعبر جديد؟ ايه. يعني في شغله ثانيه بدي اقول لك اياها. هات والله ما بعرف. لا خلصني شو في؟ الست الوالدة حابة تجي وتعملكم زيارة. ايه يا بيت اهلا وسهلا، تجي ولا تتلبك انت، قوم نمشي. ايه والله على راسي يا عمي يا برزي. يلا يلا. اختك زهزهان وبنت حميها وجوزها نازلين بكره على طرابلس. ايه وشو مغزى هالحكي؟ قلت انه اذا بتخليني انزل معهم هي وجوزها، الزلمه ادمه. بعرفه بعرفه. بس يا بنت الحلال سفرتك بدها توضيب، بدها هدايا. ما بدي شيء، بس بدي اشوف ولادي. الله يخلي لي اياك، يطول عمرك. حقك يا بنت الحلال. حقك. وإذا تسمعيني منيح، أنا ما تجوزتك غصبا عنك، ولا رح أجبرك تضلي هون كمان غصبا عنك. مثل ما أمرنا رب العالمين، إمساكن بمعروف أو تسريحهم بإحسان. معك من هلأ لبكرة الصبح، زينيها بعقلك. والله يا مختار بنكون عم نحلم لو فكرناهم رح يتركونا لحالنا. وليش دعتم ما يتركونا؟ ما عم بفهم. الانجليز والفرنسيين لهم مطاعم بالشام وليكن مقسمينها ومتفقين. مع الاساس انه الانجليز والفرنساويه ساعدونا لحتى طلعنا العصملي. ايه يا مختار بس ما ساعدونا لسواد عيوننا، ساعدونا لانه هن ضد العصملي، يعني بدهم يطلعوا الاتراك ويقعدوا بدالهم. مزبوط، ولاد الحرام قالوا واعدين اليهود يعطوهم فلسطين، وهي هلا ليكم ما عم يعترفوا بالملك فيصل الملك. الله يحمي هالبلاد يا استاذ فارس، الله يحمي هالبلاد. الله يستر. سامحيني بيشهد علي الله اني حبيتك مثل امي. لك بنتي شبكي جمعتي زمان باذن الله وبترجعي، ليش كل هالبكي؟ جميله رح نستفد لي انت اختي اللي امي ما خلفتها. لك حاجتك بقى يا ودهان، ما بيكفي رحت ما بيكفي رحت فارقينا جمعتين من غير شر. لا تبكي. يا بنت الناس ما
هي نقدك اللي اتفقت عليه انا وابوكي. يشهد الله انك بنت اصول وبنت حلال وما شفنا منك الا كل الخير. انت طالق. 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 ليه بتحرصتك اليوم؟ بعد نص الليل. لوين بدها تصل؟ بدها تصل لوين ما بدها، لانه الزعيم والمعلم حسن عم تطلع على الحاره كلها، وقتها شد ما شد معهم. ايه والله، صدقت يا نمر. يا كام! نحن ندفعك اجرتك، وانت بتعرف تصير شعر، تبكش رايحه وتبكش جاي، ما؟ ايش بدي وخلطه؟ شو بدك كان يقعد عمل؟ هو وعزلك شغله، حركوا! هاتك شي شغله مصطومه لعزلها. ابو يوم! ايوه! في شغله مصطومه ما عم تفتح، الك مصلحه تعزلها وتاخذ اجرتها طائل. شو هي؟ مخ اللي واقف عم يشق ايدي بعيد عنك. مخ اللي يفضل. اي لا تعزلها يا الله. الله يعزلها. اطلع اطلع اشرب لك كاسه شاي. ساميه؟ يا هي يا هي يا لساتك بالفرشة؟ شو قاعدة عم تعملي قهوة؟ ما عم ساوي شيء أمي، ما في شيء. شو بكي لك أمي؟ يا ماما أنتِ بتصلي وبتصومي وبتخافي من ربك كثير. هالشب يعني ما له أزمتك ونصيبك. ورب العالمين بيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. الله يهدي سرك يا بنتي. طلاق؟ ما كان فيها تروح تزورن وترجع؟ ولادة يا ولد. ولادة. دج من غير ما تفكري ولا تهدي. يخرب بيت قلبي، طلعي فيني لشوف. عواد ما تقولي عنه اعور، قولي عينه كريمه. عواد ما تقولي عن شي وحده سمينه ودبه، قولي ما شاء الله منزلزه صحتها حلوه يخزي العين. اضلينا عمر نحن ونتغزل ببنت حمايه ونقول عنها ما شاء الله مع حوله الحسن، وهي حوله عن حقها. عواد ما تفوت بالباب تفوت بالحي. يخرب بيت قلبك الملافظ سعد حتطقك. افهميني يا ام الملافظ السعد، ليش طلقها؟ هي طلبه، قال ما حسنت تعود بلا اولادها. ايه معها حق، لو فيها تشوفهم كل جمعه فيها وما فيها، بس بطرابلس ايه ولي باخر الدنيا. تفضلي يا امو. يسلم يا امو. تفضلي ما تخالي. روحي شقي على اخواتك تقبريني. روحي امي روحي. اتحورق على هالعمله، والله نسيت اني رايحه على طرابلس، مشان الله ما تواخذيني. والله والله يا سعديه، على قد ما فرحت بهالجوازه بالاول، على قد مو قامت قلبي. امبارح لما اجت دريه فكرتها بتاخذها، حسيتها فتحت لي صدري وخطفت قلبي من بين ضلوعي. ديبه هي كل شيء. الله وكيلك ليفضى علي البيت فضوي ما لها اخت. صفيانه هي ايدي ورجلي. على سيره اجري، فكشت لك اجري فكشه وفكشه لما كنت ماشيه بطرابلس وعم بتمختر. جوره هالقد قدها ما كنت شايفتها. عمي ابو الشام بدي احكي معك بشغله. قول عمي. قول عمي. انا والحمد لله بعد ما الله تاب علي ناوي بيع ذهبات نعيمه وجيب فيهم اغراض للمحل. ليش لك عمدي؟ عمي لانه من الاساس ما كانوا من حقي. استغفر الله، شو عم تحكي انت؟ معلش عمي معلش، هذول من حقك وحق ابي واخي. لا تبيع ولا تشتري عمدي، خلي كل شيء على حاله. نحن هون كلياتنا مسامحينك. عمي انا اللي بدي اياه انه رب العالمين يسامحني ويغفر لي.
ويسامحني إلي كمان. ليش عمي؟ أنت شو عملت؟ جبت الضاعة على المحل من كيسك؟ لا عمي لا لا، أنا كنت أجي لهون أخذ حصتي وأجرتي بلا أي تعب. أدعي رب العالمين يغفر لنا، بس عمي أنا تبت وما بدي خلي معي ولا متليك من الحرام. إيش كانت هي رغبتك؟ روح أعطيهم للشيخ محمد بينك وبينه وهو بيتصرف فيهم. إيه عمي، بس بالأول لازم شاور أبي لأنه قلوا فيهم مثل ما قلي ولك. إيه مزبوط الكلام، ما بيساير، شاوروا شاوروا لك عمي. توكلنا على الله. لك يا عمي برضاي عليك، أنت ما بتعرف الله شو كاتب لك. بعدين هالبنت بجوز ما كانت رح تساعدك. يا عمو ببوس إيدك، ببوس إيدك، موضوعه خلصنا منه. لا الموضوع مبين ما خلص، لأنه أنت من وقت ما بلشت القصة لا عم تحاكينا ولا عم تاكل ولا عم تشرب. يا عمو الله يخليكي، مالي طايق حالي. بعدين الغلط راكبنا من ساسنا لراسنا وكله من وراء ابنك ظافر. يعني لو ما كان جدة للبنت الزعيم أبو داغر وعمها حسن، كان ظافر عمل اللي عمله؟ سالم يا أبي، هذا الكلام كله ما في فايدة منه. أبو داغر ما رح يسكت، أنا بعرفه. ممكن يسامح بالمال، بالمال كانت، بس بيبنه لا، مستعد أنه يفدي بروحه ويقاتل مشانه. بس يا أبي إذا فكرنا بالشي اللي صار. لك يا أبي فهم علي، هلأ إذا أنت واقف وهجم عليك واحد بالشبرية بدك تسأل حالك ليش هاجم علي؟ لك لا، بتدافع عن حالك، ولما بتحطه تحت ايدك بتعرف ليش. فهمت؟ أمرك أبي أمرك. مو بكفيون زعيم؟ لأهلك عاقل إن شاء الله بفكر اللي عم نعمله مع الداغي من شان أبو داغر. بس لك مشان مين؟ مشان كل شي عم يفكر بالزعام. لما بيشوفوك عم تهجم على أبو داغر اللي بيخافوا منه وبيهابوه بيصيروا بيرتعبوا منك لك، وما بقى حدا بيفتح تمه لما بتقول الزعامة لإلي مو لغيري. يقبرني ربك زعيم، بس هالشغلة بدها اثنين ثلاثة خفاف. بدي اياهم يكونوا مثل النسورة، بيضربوا ضربتهم وبيهربوا. ودير بالك هذا الشيء بده يصير بعد أذان الصبح بدكة، لأنه حيكونوا ناطرين الحارة لحد أذان الصبح وبعدين حيفوتوا على الجامع. فهمت؟ ولا يهمك، عندي اثنين كانوا حرامية غسيل مثل الطير الطاير، ما بيحس عليهم حدا. والنعم والله. اسمع، الليلة بتخلصني الموضوع، وبكرة من كل بيت بدنا نجهز لاجتماع الزعامة. حضر لي حالك. يعني أنا رح كون بين الزعامات؟ وبالصدر وحياتك، العقيدة بتعاس عقيد الحارات كلياتها، مكانته وين؟ بالصدر.